ما كناش عايزين لا مش هيبان مش هيبان لكن اي مش هيبان بس ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن جناية المدرسة العقلية على الكتاب والسنة جناية عظيمة، والذين أسسوا أصول هذه المدرسة أهل البدع، سواء كانوا من المعتزلة أو كانوا من الجهمية أو غيرهم ممن تمرسوا على رد النصوص الشرعية لأنها تخالف العقل. وأهل السنة والجماعة لا ينكرون دور العقل، إنما يجعلونه في المحل الثاني بعد النص، إذ لا يتصور على الإطلاق أن يقرأ رجل نصا من الكتاب والسنة بلا عقل بلا فهم. دي مسألة غير متصورة، وليس بحثنا في هذه المسألة، إنما بحثنا هل يقدم عند التعارض العقل على النقل ولا النقل على العقل. هو ده الموضوع، هذا هو البحث فقط لا غير. باستثناء هذا البحث لا ينكر أحد أبدا أن الاجتهاد أصلا قائم على سلامة العقل وسلامة الفهم، وباب الاجتهاد كله مبني على هذا، بل إن التكليف يسقط عمن لا عقل له. مش ده الموضوع، عشان بس يبقى الكلام محدد ولا نخوض في مخاضة. لا، كلامنا عند التعارض بين العقل والنقل أيهما يقدم؟ طبعا بعد صحة النقل بداهة. يعني إذا صح النقل على رسم أهل الحديث اللي هم أصحاب هذا الميدان والذين لا يجوز لأحد أبدا أن يعارضهم فيه لأنهم أهل الفن، كما أنه لا يجوز أن يعارض الفقهاء بكلام المحدثين ولا كلام اللغويين بكلام الفقهاء. يعني كل فن له رجاله. فإذا أهل الحديث اتفقوا على صحة نص ما وهذا النص خالف العقل، وأقصد طبعا بالمخالفة عفوا لا أقول خالف، عارض العقل، فالعلماء يقولون إن التعارض لا يكون في النصوص ولا بين نص وعقل صحيح أبدا. إذا لم تستطع أن تجد وسيلة توفق بها قف وكل ذلك إلى عالمه. مش أنت العقل الوحيد في الدنيا، هناك عقول كثيرة تزن عقلك وزيادة. إذا كنت بتحترم عقلك احترم عقول الخلق، واعرف أن دي مسألة فتوحات فيوضات،
فالتعارض إنما يقع في ذهن المجتهد لا يكون في النص أبدا. بدا له إن ذا بيخالف قاعدة من القواعد، وعند المحققة لا تكون هناك مخالفة. وكان هناك أناس متخصصون في هذا زي ابن خزيمة الذي يلقب بإمام الأئمة، وكان جامعا بين الفقه والحديث، زي ابن المنذر كده ممن جاء بعده. كان يقول ابن خزيمة رحمه الله: لا يوجد نصان صحيحان متعارضان، متعارضان من كل وجه، ومن وقف على ذلك فليأتني أوفق له بينهما. يبقى البني آدم اللي بيدخل بقى يقول لك ده مجافي للعقل يبقى مكذوب، هذا إنسان مغرور، ده إنسان مغرور. والنصوص لها دلالات، قد تكون الدلالة جلية وقد تكون خفية. الدلالة الخفية دي بقى بتبقى تفضل من الله على العبد. والحقيقة من كثرة الزخم الذي أقرأه يوميا بدا لي أن أشرح جزءا لطيفا يكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فذكر في هذا الجزء 10 أسباب لاختلاف العلماء. لماذا يختلف أهل العلم في أي مسألة من المسائل؟ ده يقول لك ده مكروه، ده يقول لك لا ده مباح، ده يقول لك ده مستحب، ده يقول لك ده واجب. لماذا يختلفون والنص واحد؟ فذكر 10 أسباب هي كالقواعد التي إن هضمها الإنسان لم يتهم الأئمة قط. يعني واحد زمان كفره الفقهاء وطلبوه ليقتلوه فهرب، واسمه من الشهرة بالمكان أبو العلاء المعري، عارفينه كلكم طبعا. هذا الشاعر طلبه الفقهاء ليقتلوه، ليه؟ تعارض نصان أمامه، ضاق عطنه عن الجمع بينهما لأنه ليس من فنه، ده راجل شاعر، والمسألة دي عايزة فقهاء، ناس يعرفون الأصول ويعرفون مقاصد الشريعة. قرأ قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. إذا الإنسان سرق شيئا يبلغ ربع دينار تقطع يده، لا قطع إلا في ربع دينار. وقرأ نصا آخر أنه إذا اعتدى إنسان على آخر فقطع هذا الإصبع يبقى الدية بتاعته 10 من الإبل، 10 من الإبل، واحد قطع صباع واحد، 10 جمال في الإصبع الواحد. الجمل النهاردة بكام؟ 4000-5000 جنيه، يعني الإصبع الواحد 50,000. ودي 50,000، ادي 100 200 250,000، الكف دي بربع مليون. لو واحد اعتدى على هذه الكف فقطع هذه الاصابع الدية بتاعتها 250,000 جنيه. هذه الاصابع سرقت حاجة بربع دينار تتقطع، قال لك ازاي؟ ده تناقض. ازاي تبقى رخيصة اوي لدرجة خدت ربع دينار تقطع، وتبقى غالية اوي لدرجة واحد يعتدي عليه يدفع 250,000؟
وهي هي الأصابع التي التقطت السرقة وهي هي الأصابع التي قطعت. وقال في ذلك بيتين من الشعر، قال: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. خلاص اسكتوا، خلاص اكفر على الخبر مجهول، هو متناقض متناقض، بس اوعى احسن تكفر، اوعى تقول ده بيعارض ده، احسن تكفر استهزاء. فالفقهاء لما سمعوا البيتين دول طلبوه هرب، فرد عليه العلماء آنذاك: وتعجبني كلمة القاضي عبد الوهاب المالكي إمام المالكية في هذا الزمان. قاضي عبد الوهاب ده لما تقرأ الكتب بتاعته تستمتع غاية المتعة، تحس انه مفتوح عليه، الذي اعتقد انه يعني اخذ نفس القاضي عبد الوهاب بس بمنتهى النضوج، الامام العلم ابو عمر ابن عبد البر، امام اهل الاندلس، محدثهم وفقيههم. لما تقرا في كتب ابن عبد البر تهز راسك من الاعجاب، له يعني كتب من اهمها كتاباه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد والاستذكار في مذاهب فقهاء الامصار. انا عايزك تشتري التمهيد لابن عبد البر، اقرا في الكتاب ده متعه. قاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله رد على هذا بجملة، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. كلام جوهر، كلام جوهر. يبقى لما يدفع عشرا من الإبل في الإصبع الواحد ده تعظيم النفس، ولما يسرق فيقطع في ربع دينار ده تعظيم لحق المال. يا ليت هذا مطبق عندنا، ما كانش البلد افتقرت. النهارده بيسرقوا بالملايين والمليارات، وعارف انه هيقضي له 3 4 5 6 سنين في السجن ويطلع يستمتع بالمال الحرام. كل يوم بيكتشفوا سرقات ويقدموها للمحاكمات وياخدوا احكام ويدخلوا السجن. ده اوقف نزيف السرقة؟ لا، ما اوقف نزيف السرقة، اصلها محسوبة. هو انت فاكر الجماعة دول لما بيدخلوا السجن زي اصحاب الفكر يتعلق ويتنفخ ويتضرب والكلام ده؟ لا، ده بيروح سجن المزرعة، يعني تحديد اقامة، عنده المسكن الكويس وعنده السرير وعنده الملايات النظيفة وعنده التلاجة وكل يوم بيدخلوا الاكل السخ من المطاعم الفاخرة في البلد، على الاقل استريح من مراته وعياله، اهو قاعد وخلاص. وفي نفس الوقت يديرون اعمالهم من السجون عادي، مش اي مشاكل. ده ما ياخدلوش 3 مليون ولا 3 مليار دي ما ياخدهاش عادي، ده دي بامال ملوش قيمه دلوقتي. 3 مليار ولا حاجه ياخدهم، اهو قاعد 5 6 سنين وبعدين ممكن يطلع بنص المده ولا حاجه اذا يعني حصل اي. هل اوقف هذا نزيف السرقه؟ لا، الذي يوقف نزيف السرقه ان نفعل مثلما امرنا الله، ده نص محكم لم ينسخ ولا يجوز فيه الاجتهاد ابدا. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، كلام واضح زي الشمس لا يحتمل تأويل. لو قطعت يد انسان سيقف نزيف السارق، لو رجم الزاني المحصن سيقف نزيف الزنا. فاحنا عايزين نقول ان
هذا التعارض اللي حصل دخل فيه غير أهله فقال مثل هذا الكلام. لا، كلوه إلى عالمه. إحنا عشان كده بنرد على هؤلاء ومش عارفين نسد الخرق. أنا كنت لسه معاكم بتكلم عن الولد اللي شتم أبا هريرة، لسه ما فوقناش، لقيت برضو طوبة جاية على راسك. أساطير الأولين، إيه بقى أساطير الأولين؟ حكايات برضو حنتناولها، لكن أنا سأرجع إلى أبي هريرة مرة أخرى، أكمل البحث وبعدين أرجع تاني، وأنا عارف على ما خلص بحث أبي هريرة وارجع لأساطير الأولين حلاقي برضو كل يوم زخم زخم. يعني غرهم ضعف المؤسسة الرسمية، وإنها مش عارفة تعمل حاجة، وإن لو أي حد يتكلم يقول لك حرية الكلمة. هذا الفصل الذي شتم خالد بن الوليد ورديت عليه قبل كده من 3-4 أسابيع، عنوان بالبنط 24 أو 34 ولا 44، لمجرد أن شيخ الأزهر اجتمع مع مجمع البحوث الإسلامي ورفعوا استغاثة إلى الرئاسة إن هم يعني الرئاسة تتخذ قرارا بصيانة أعراض الصحابة. مجرد كده بس، ما عجبش الولد الكلام، فكتب عنوان انضم إلى جماعة التكفير والتضليل والعويل لسان شيخ الأزهر الطويل. شيخ الأزهر قادر يعمل له حاجة؟ لا، ما عملوش حاجة، لأن الولاد دول يشتمون كل أحد، ما عادش حد له حشمة، ولا أصبح هناك حدود يقف الإنسان عندها. هنفس الولد ده كتب الأسبوع قبل الماضي عن الشيخ جمال المراكبي رئيس أنصار السنة المحمدية الفاجر، رئيس أنصار السنة المحمدية، كل الأعراض مباحة، ما عادش في عرض محترم. كل ده باسم ايه يعني؟ باسم حرية الكلمة. حتى ان جريدة من الجرائد عملت الشعار بتاعها نحن ننشر الحرية الحقيقية ان تقول كل رأي وان تنشر كل مذهب. انا عايز اقول لو بحثت عن عبارة دقيقة للفوضى لن تجدها إلا هذه العبارة، الحرية الحقيقية أن تقول ما تريد. ده فين ده؟ في أي مكان في الأرض يقال هذا الكلام؟ فإحنا عايشين في هذا الزمن، في زمن الفوضى. إحنا بدل ما إحنا عمالين نرجع للخلف كل شوية والرد ونرجع للخلف والرد، مش عارفين نتقدم خطوات عشان نعلم الناس ما لا يعلمونه، يرجعونا عشان نقعد نثبت في البدهيات اللي كانت بدهيات في يوم الايام، عاملين نثبتها ونثبت انها من الدين، وتضيع الجهود بسبب هذه الفوضى التي يمكن ان تنتهي بجرة قلم، جرة قلم. فالمقال بتاع السطير الاولين جايب مثلا فيه حديث برضو أبي هريرة رضي الله عنه، بينما رجل يمشي يتبختر في حلته أو في برديه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أنا عايز أعرف إيه اللي فيها يعني، هذا غيب غيب، إيه المنكر اللي فيه؟ واحد ماشي يتبختر متكبر خسف الله به الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أنا عايز أعرف يعني إيه المنكر في الموضوع ده؟
عشان يقال ده من أساطير الأولين. برضو من أساطير الأولين اللي هو بيتكلم فيها دي اقتتال الناس في آخر الزمان على جبل الذهب الذي يحسر عنه الفرات، يحسر الفرات عن جبل من الذهب، فيقتتل الناس فيقتل من كل 199. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم طب يخرجوا ليه؟ قال يقول كل إنسان لعلي أنا الذي أنجو، يمكن أنا اللي ما موتش واخد جبل الذهب. فهذا الطمع وهذه الأمانية هي اللي أخرجت. يقول لك هذا كلام غير متصور. إيه المنكر اللي فيه؟ ده كلام يأتي في آخر الزمان. إذن إنكار الأحاديث ما عادش مطلوب يبقى معقول ولا مش معقول، هو مش عاجبني كده. يوم يقول لك ده منكر وده منكر وده منكر. بعض الناس قد يتصور ان احنا يقول لك ده تافه، راجل تافه بيكتب. بنقول ما هو تافه مع تافه مع تافه مع تافه، اذا اجتمعت مجموعة من النمال اكلوا الاسد. هو فروة الاسد دي لو كلها نمل ما يكلوش الاسد؟ اذا كان عدوك نملة فلا تنملة. يبقى الإنسان ما ينبغي أن يستهين. هذا الرد اللي احنا بنقوله ده ضروري، لأن له أكثر من فائدة. الفائدة الأولى الذب عن النصوص والمصادر الأصلية، وهذا واجب. الحاجة الثانية إيقاظ الجماهير. ما هي لما يكون في قضية الجماهير بتستيقظ، لكن إذا قلت البحث العلمي بطريقة باردة أنت نفسك تقول طب إيه وقته؟ إيه اللي جابه دلوقتي؟ يعني لو أبو هريرة مثلا لم يسب، وأنا جيت عشان أعمل خطبة الجمعة عن أبي هريرة، الطبيعي كتير من الناس يقول لك يا أخي بقى يعني حماس وفتح عمالين يقتلوا ببعض، وعملوا انقلاب امبارح ودبحين بعض، 37 قتيل أول امبارح و100 جريح والكلام ده، والدنيا مولعة سخنة في نهر البارد وفي عين الحلوة والكلام ده، وده طلع يتكلم على ابو هريره رضي الله عن ابي هريره. صحيح، بس مش وقت، مش وقت. لكن انا لما اقول ان ابو هريره سب وتشتم ابو هريره وهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، انت بيبقى عندك قضيه. كيف يسب صاحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ فيوم ديل اذا صار الدين قضيه حياه الدنيا هتتعدل. احنا مش قصدنا ان احنا نحشي دماغكم بالمعلومات تطلع عندك معلومة، لا مش ده المقصود. المقصود الأصلي أن تتعبد بهذا الدين، تعيشه، تعيش الدين ده، تسعد به. الذين لم يتدينوا خرجوا من الحياة ولم يستمتعوا بشيء منها. الدين هو الذي يجمل الحياة. الحياة بلا دين لا قيمة لها، ضنك، كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنك لها أوجه كثيرة جدا. قد يكون عندك المال لكن حياتك ضنك، صدرك أضيق من سم الخياط، ما أنتش مستمتع بحاجة، مكتئب بلا سبب. والاكتئاب ده أصبح ظاهرة عامة في هذه الأيام، مكتئب بلا سبب، بلا سبب ظاهر. طبعا الاكتئاب له أسباب لكن هو مش عارف هو مكتئب ليه. فمش القصد ديك معلومة، القصد أن أنا أحضك على أن تعيش الدين، تجعل الحياة خاضعة للدين. مش زي ما احنا ماشيين النهاردة. النهاردة في بلاد الإسلام أنت لا تمشي بأمان الإسلام، أنت تمشي بأمان القانون. حصر الإسلام في المساجد، تدخل المسجد تمارس الإسلام، تطلع برا المسجد تلاقي القانون. لا، ده احنا عايزين الناس يمشون في الطرقات بأمان الإسلام. مسلم ملتزم يبقى عارف انه آمن، آمن على نفسه، آمن على عرضه، آمن على أمواله. فإحنا عايزين نرجع للحديث اللي إحنا كنا نتكلم عنه.
لكن انا احببت ان انا اتكلم عن المدرسة العقلية. كل حاجة مش عاجبة دماغه يقول لك لا ده باطل، ده موضوع، ده كذب، ده الى اخره. الحديث ده، هذا الرجل المبارك المذكور في السحاب اسمه، قسم المال الى ثلاثة اثلاث كما في رواية الطيالسي، ثلاثة اثلاث. قال اتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثه وارد فيها ثلثه. طب معلش انا يعني هاخد اخر خالص لان الولد ده جايب كمان حديث تذكرته الان، وارد فيها ثلثه. ارد فيها ثلثه لاستثمار الارض، يعني اخد بذره احطها في الارض تاني عشان تطلع نبات. بيقولي بقى جايب حديث من صحيح البخاري، حديث ابي امامه، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا فوجد فيه سكه زرع، سكه زرع للمحرات يعني، فقال عليه الصلاه والسلام ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل. فقال ده حديث لا يمكن يتصور، ده مكذوب يقينا، لان ده معناه ان مفيش حد يفلح الارض. هو حد يفلح الارض من غير ما يحرثها؟ لازم يحرثها عشان يفلحها. ازاي بقى المحرات ده يبقى علامه الذل مع ان في حظ على استثمار الارض؟ وطبعا نتكلم بقى عن ان الخواجات وان الجماعه ده اخذوا الدنيا واحنا عبيد للخواجات، لان كل حاجه عندنا جايه من عنده. وقال ان الحديث ده هو الذي افشى عقدة التواكل عند المسلمين. ما الحديث شكله لكن هذا البني ادم ما راحش لصحيح البخاري حتى فتحه وشاف البخاري كتب ايه فوقه. هذا عجيبة والله. البخاري اتى بهذا الحديث وبوب عليه بتبويب يفك الاشكال الظاهر عند من النص في أذهان هؤلاء الجهلة. قال البخاري رحمه الله باب ما يحذر، كلام معناه يعني ما يحذر من الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد بذلك. اهو ما هو دلوقتي راجل شغلته يفلح، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة، عمال يكوم فلوس على فلوس على فلوس، ده هيروح فين بقى في الآخر؟ ده ما قاله معروف، مين اللي وداه في داهية؟ المحرات. هو كان السبب في انه هو وداه في داهية. ادي معنى الحديث ببساطة شديد. بل ابن بطال احد شراح البخاري يقول وان الحديث ده من علامات النبوة، لأننا وجدنا أكثر المظالم على أهل الحرث. والكلام ده أنا هقول لكم مثال، المثال ده اتفك تقريبا من 10 سنين بس أو 12 سنة، واللي يعرف الكلام ده جماعة الفلاحين. كان زمان فدان الرز لازم الفلاح يورط طن ونص للجمعية إجباري قبل ما يعملوا فك على المحصولات الزراعية، كان يطن ونص يا 2 طن. طيب الفدان لو طلع طن ونص ده كان يورد للجمعية والفلاح ياكل زلط، يبقى يبيع للجمعية بالسعر الرخيص ويروح يشتري اكل واكل عياله بالغالي من بره من السوق السوداء. وطبعا الكبسات بتاعه الاعتقالات بتاعه الفجر دي كانت معروف، كان الفلاح اللي الفدان بتاعه يطلع طن ونص بعد ما يورد، او لو طلع طن وربع او طلع طن بس، مطالب انه يشتري النص طن من السوق السوداء عشان يوردها بالرخيص للجمعيه. ومين اللي يقدر يعمل كده؟ ما كانش يقدر يعمل حاجه. فكان اللي الفدان يجيب طن يجهز بقى ايه المكان اللي هيهرب فيه.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال هي الأرض بإيدي، هو خروج الثمرة ده بإيدي أنا، هو أي فلاح في الدنيا عايز أرضه تجيب زرع قليل؟ لا، نفسه يبقى الفدان يجيب 10 طن، بس هيعمل ايه المسكين؟ فكان بقى يا يشتري بالغالي وورد بالرخيص، وطبعا يقضي بقى السنة كلها بقى يشتري بالغالي، يا اما يدخل السجن علشان خاطر 25 كيلو رز. ده ذل ولا مش ذل؟ وواقع على اهل الحرث. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول بقى لما دخل وجد سكة زرع، قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. الكلام فيه محذوف. المحذوف ده احنا بنعرفه بدلالة النصوص الأخرى، والكلام ده موجود في القرآن. يعني أنت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى مثلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، دي معناها ايه الآية دي؟ أمر مترفيها بالفسق، مش كده؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيه، مش ده مضاد ده لآيات كثيرة؟ الفهم ده مضاد لآيات كثيرة في القرآن. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ولا يرضى العباد الكفر، قل أمر ربي بالقسط. لكن ظاهر الآية ايه؟ ظاهر الآية يرشح المعنى ده. قال لك لا، الكلام بيبقى فيه محذوف، كلام مقدر بدلالة النصوص الأخرى بتقدر تلمهم على بعض وتفهم صح. كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به أو الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا. فين جواب الشرط؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت، إيه فين جواب الشرط؟ لا آمنوا به أهو، بس لا مفهوم لا آمنوا، بل لله الأمر جميع. ففي القرآن والسنة نصوص فيها معنى مقدر لا يمكن فهمه إلا بدلالة النصوص الأخرى. عشان كده العلماء كانوا يقولوا إذا لم تجمع ألفاظ الباب عزب عنك فهمه. نص حكم معين عايز ألم، عايز أوصل فيه لكلام محدد، ألم كل النصوص التي وردت في هذا المعنى وأسلط بعضها على بعض وأفهمها أو ما أطلع بالحكم صح. فده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما دخل هذا بيت قوم. البخاري كإمام فاهم فاقه قال لك هو باب ما يحذر من الشغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد بذلك. زي برضو جايب حديث في نفس الموضوع، حديث إن الميت يعذب بكاء أهله عليه. ليه انت مش عاجبك فيه؟ قال لك يعارض ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب هما بعياطوا ده ماله؟ البخاري فك الإشكال برضو في الصحيح وجاب الآية كمان، قال باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، جاب الآية وبعدين جاب الحديث وقال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، وصى بذلك. عيطوا علي وشقوا الجيوب وصرخوا وهاتوا ندابة والكلام ده علشان ما اروحش فطيس. إذا أوصى بذلك خلاص يبقى هذا من كسبه أم لا؟ الوصية من كسبه، إذن صارت من عمله بس. لكن الرجل وصى وقال لا تفعلوا واتقوا الله واصبروا ولا تصرخوا ولا تشقوا الجيوب ولا تدعوا بدعوة الجاهلية والكلام ده، خلفوه عمل القصة دي كلها، يبقى لا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى.
مفيش بني آدم يطعن على الشريعة إلا والعلماء فكين هذا الاعتراض، لكنهم لا يقرؤون. هو يفتح الحديث قال لك مش عاجبني، طب ما تروح لمظان الكلام شوف العلماء الذين سبقوك كان لهم ايه في هذا الكلام، هل ما يعني فكوا التعارض الظاهر ولا لا، ما عرفتش تفهم كلامهم يا اخي روح لواحد قول له كلام العلماء متناقض فهمني كلام العلماء، لكنهم لا يفعلون ذلك. هو جماعة كثير من الصحفيين دول يقول لك الصحافة تعيش على الفضائح، يقول لك اذا كان الخبر ما يرنش ويقلب الدنيا يبقى انت صحفي فاشل، هات خبر غريب هات اي حاجة. وكثير منهم يؤلفون، يعني لما يكون صحفي مطلوب يكتب مقالة كل يوم ده هيجيب منين ده؟ ده الواحد مثلا متمرس على خطبة الجمعة بقاله 30 سنة كل ما انزل من الجمعة اقول يا ترى هقول الجمعة الجاي، وابقى محتار وعمال افتش وادور فضلا عن ان ادي كل يوم درس ولا درسين ولا ثلاثة. واي واحد بيكتب مقالة يومية في صحيفة منتهى العبء عليه، ده هيجيب منين ده؟ وعايز يبقى صحفي مشهور مش مغمور يعمل ايه؟ يعيش على الفضايح. ورحم الله وسامح الله القائل الذي قال اذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، اذا كنت عايز تتشهر اشتم واحد مشهور، لو كنت مغمور هتطلع فوق زي الولد اللي ضرب رئيس امريكا رونالد ريغان اداله 8 طلقات لحد ما شاله تقريبا حوالي 60 سنتي من مصارينه متهتكة، والواد ده طلع براءة. ليه بقى؟ الولد ده راح يخطب بنت قالت له لا انت مغمور انا عايز واحد مشهور، قال لا انا هبقى اشهر واحد في العالم. ها؟ وراح اشترى مسدس واداله ايه؟ 8 طلقات، فعلا بقى اشهر واحد في العالم. ودخل السجن والكلام ده، وبعدين ايه؟ طلع براءة ليه؟ قال لك قصد الجريمة ليس موجودا. ما يقصدش يقتله، هو كان عايز يبقى مشهور لكنه أخطأ السبيل يعني في أن يكون مشهور. في ناس كده زي ما قلت لك عايشين على الفضاء، ما يعرفش يعيش إلا إذا كان في ضيق. النهاردة الموضة إيه؟ إنك تطعن في الإسلام، الموضة النهاردة هي كده، ما تفتحش جورنال من الجرايد إلا وتلاقي فيه سب يا لمز يا طعن على حديث يا طعن على أي حاجة، لا يخلو جريدة لا تخلو جريدة من الجرايد النهاردة من شتم الإسلام في أي منحى من نواحيه. فبقى زخم كثير جدا. أنا عندي الإخوة يعني اللي هم بيجيبوا لي الأوراق والكلام ده، لأن مش حريط ما بجيبش الجرايد يعني كلها، إنما أشتري مثلا جورنان بدلالة أخي يقول لي في الجريدة الفلانية في النهاردة مقالة عن كذا وكذا وكذا، إما أجيبها أو حد يبعت له الكلام ده. بقى عندي ملف قد كده، لما أقعد أتصفح استغرب يعني ده متى يرد عليه، وعلى ما ترد وتخلص هيكون بقى قد كده. برضه من حوالي 5 سنين أو 6 سنين كان في ولد في جريده من الجرائد بيشتم البخاري وبيقول البخاري ده هيدخل النار لان البخاري بيكره النبي وبيروي احاديث تشوه النبي عليه الصلاه والسلام. المهم بدا لي ان انا ارد عليه، وفعلا رديت عليه 6 مقالات. أتاري بقى المحرر، محرر الصفحة متعاون مع هذا اللقيط زي ما أنا سميته في وقتها، قلت إن هذا ولد لقيط، كنت أقصد لقيط في العلم زي لقطاء الأنساب لا يعرف لهم نسب، الولد ده في العلم لقيط برضه. فطلع المحرر الصفحة شغال مع الولد فعمل لي مقالة جاب لي فيها أكتر من 50-60 شبهة، انت ما تقول في كذا وكذا وكذا، والحج ده بعرض ده وده بعرض ده وده بيعمل ده وده بيخلي ده وده بيسوي ده. طب النهارده لو كل حديث، والجريده دي اسبوعيه، لو كل حديث انا حبيت ارد عليه في عدد
هغيب 60 أسبوع أرد عليه؟ الناس هتكون نسيت القضية وأنا أقاتل طواحين الهواء. فتذكرت قول القائل: إذا مررت بكنيف فلا تنبش فيه بعود. لو أنت معدي على البكابورت ها ما تقعدش تلعب فيه بالعود، ليه؟ هتتأذي. قلت ده فعلا أحسن حاجة الواحد يمتثلها، وبطلت أكتب من يومها. ليه؟ لأنه على حسي أنا بينشر كل هذه الشبهات. لولا أنني تكلمت ما أتى بكل هذه الشبهات وكتبها. وطبعا في ناس بيقرأوا الكلام ده يلاقوا الكلام ده معقول، ده بعرض فعلا، ده بعرض على بال ما فكله الاشتباك الظاهري الوارد ما بين النصوص تكون القضية ضاعت. فأنا برضو يا أخوانا بختم وإن شاء الله يعني نتمم الكلام عن هذا الحديث في المرة الماضية. أنا بختم بوصيتي الدائمة لطلاب العلم، بقول لهم: ستفرض عليكم الحرب الزبون، فكن مستعدا، إلجأ إلى ربك، صحح عبادتك، صحح، قف على باب الانكسار مع الأخذ بالأسباب من طلب العلم، طلب الأصول، أهم حاجة الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه، لأن هذه الحرب ستفرض علينا فرضا كما هي مفروضة الآن. لما فرضت الحرب على الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر، ماذا فعلوا مع فقد الأسباب؟ لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ورفع يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم انهم عالة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جياع فأطعمهم، اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فتنزل نصر الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع فقد الأسباب. يبقى هذا الأسباب مع الأخذ بأسباب العلم عندنا حاجة مهمة جدا، وهي أن نتدين بهذا العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.